ولتسليط الضوء على أكثر من على تغيير مقتضى الصدر على اسم مواطن عراقي يدعى يزيد حوله إلى اسم عمر في تغريدة له، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، بداية مرحبا بك. مرحبا، حياكم الله وحيا مشاهدي قناة الرافدين الكرام. يا ترى أستاذ معاذ، ما هي السلطة التي تخول الصدر أن يحول اسم مواطن من اسم إلى اسم آخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال لا توجد سلطة تخول هذا الشخص ولا غيره القيام بهذا الفعل حقيقة الذي يدعو إلى السخرية بتوصيفه أو بحقيقة وقوعه. القضية وما فيها أبعد من مجرد تغيير اسم أو إطلاق لفظ معين أو تداول مصطلح. هذا الشخص بوصفه بين قوسين قياديا وبتياره بوصفه اتجاها سياسيا، وإن كان قد وصل حد الإفلاس السياسي منذ سنوات، فإنه اليوم تعدى مرحلة الإفلاس إلى حالة فقدان ما تبقى له من أوراق يقامر فيها في ساحة العملية السياسية. الصدر يحاول دائما صرف أنظار واهتمامات الناس عن قضيتين رئيسيتين في المشهد العراقي، ولهما يمكن أن نبوبها ضمن زاوية فشله الشخصي وفشله السياسي في آن واحد الذي مكن فيهما الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة الاحتلال التاسعة، وما فعلته هذه الحكومة من مفاسد، وإن كان لا يعفي تيار الصدر من المسؤولية لأنه على الدوام يتحدث عن الفاسدين والسراق وما إلى ذلك، ثم يعود فيشاطرهم العمل السياسي، بل يتنازل عما يمكن أن نسميها مجازا حقوقه، يتنازل لهؤلاء الذين يذمهم ليل نهار. إذا عدنا بالذاكرة سريعا إلى يعني آخر سنتين من عمر المشهد العراقي، نرصد ظروف الانتخابات وما تبعها من اقتتال على تشكيل الحكومة داخل ما يسمى البيت الشيعي. هذه الظروف شهدت بداية مرحلة جديدة من سعار الطائفية السياسية بعدما رضخ مقتدى الصدر وتياره لأنداده في الإطار التنسيقي. جاء قراره بعد ذلك بمزاعم اعتزال العمل السياسي الذي هو لم يعتزله حقيقة كما هو معلن، والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها تدخله الآن حتى على مستوى الأسماء والمسميات والأشخاص. لكنه في كل الأحوال لا ينفك يؤجج للطائفية ويبحث في جحور التاريخ عما يولد الفرقة والتناحر بين أبناء البلد الواحد، حيث يفتعل كل يوم قصة جديدة ومشهد جديدا ويبتكر ابتكارات ما أنزل الله بها من سلطان، دون أن يكترث بحجم وكم السخافات التي يظهر عليها وهو يتعاطى مع هذه الأمور. في ظل هذا الجو المتناقض يسعى الصدر إلى أن يؤطر حياة العراقيين بأطر طائفية من أجل تحقيق مكاسب سياسية له أو لحلفائه في النظام السياسي. إذا أردنا أن نكون أكثر دقة في التوصيف، هذا الرجل يؤدي دوره في توليد الحماية للنظام السياسي عن طريق تأجيج العاطفة الطائفية بمحاولة للسطوة على الاتجاهات والمناحي الشعبية التي أدركت منذ حين حقيقة هذا النظام وفساده، واقتنعت تماما أن حل مشكلات العراق يبدأ من خطوة الإطاحة بهذا النظام. وهذه هي القضية الثانية في المشهد. الصدر ومن على شكلته من أدوات القوى الدولية والإقليمية التي تريد لهذا النظام البقاء يؤدي دوره المخدر للجماهير، أو هكذا يحسب، عن طريق الطائفية واستدعاء المشاهد التاريخية المغلفة بالأكاذيب والروايات المختلقة ليجعل منها حقيقة على الأرض تحقق له هذا المأرب كما يظن. يا ترى ما الذي يعني بات مقتدى الصدر بحسب ما يصف البعض من المراقبين يعني يمثل دولة موازية للدولة العراقية، بل يعني حتى يمثل دولة مهيمنة على هذه الدولة ويعطي نفسه الحق بالتدخل في الشأن الخاص والعام للمجتمع مثل ما تفضلتم، ولكن من أين يعني يأخذ هذه القاعدة؟ نعم، معلوم ابتداء أن مكونات النظام السياسي في العراق من أحزاب وميليشيات وأشخاص وغير ذلك باتوا مؤخرا يبحثون عن استعادة ثقة الحاضنة الشعبية التي فقدوها، وأيسر باب يدخلون منه هو باب الطائفية، ومقتدى الصدر هو الأنموذج بين قوسين المثالي الذي يعبر عن هذا الباب، أو الذي نسميه بوابا لعمارة الطائفية أو بوابا لمبنى الولوج إلى الطائفية. لكن السؤال هنا الذي ينبغي أن يطرح، لماذا يراهن النظام السياسي وأدواته على الطائفية السياسية لتكون لهم وقاية من ثورة الشعب العراقي ضدهم؟ للجواب على هذا السؤال لابد أن نعود قليلا إلى الحديث عن بعض البدهيات في المشهد العراقي. فالجميع يعلم
أن المشروع السياسي للاحتلال المتمثل بالعملية السياسية وما تخلفه من حكومات، جميع ذلك يعمل على وتيرة مقصودة ذات اتجاهات يكمل بعضها بعضا، أو فلنقل يتنافق بعضها مع بعض. الرافض للحالة العراقية يجد انهيارا مقصودا في التعليم، إذا أردت الحديث عن تحريف المناهج ورداءة المستويات الدراسية وتفشي ظاهرة التهرب من المدارس فحدث ولا حرج. نجد أيضا تعمدا في تشويه الثقافات والمفاهيم الحضارية والطعن في ثوابت العراقيين، سواء بالإساءة إلى رموزهم أو بتصدير الروايات المكذوبة أو المحرفة عن سياقاتها. نجد أيضا سعيا محموما لإبقاء الشعب العراقي في حالة فقر وعوز، ونرصد أيضا حالات متردية في الأصعدة الحياتية كافة من حيث الصحة والصناعة والتجارة وغير ذلك. المراد من هذا كله بمجموعه وتكوينه جميعا هو تحقيق حالة من التجهيل والإشغال. إذا انشغل الشعب العراقي عن الاهتمام بالشأن العام وانصرف كل واحد نحو مشاغله الخاصة، وأضيف إلى هذا الإشغال جهل مركب بحقائق الأمور، فإن خرافات الطائفية السياسية تترسخ مع كثرة ترديدها وتنوع أبوابها. فإذا حصل ذلك على وجه الحقيقة في الواقع، يتمكن هنا مشروع الاحتلال المزدوج بثوبيه الإيراني والأمريكي المتخادم من تثبيت أركانه أعمق من أي وقت مضى، وفي الوقت ذاته يضمن الحماية لنفسه من أي فعل شعبي ثوري أو حراك جماهيري يسعى نحو التغيير. وفق هذا المسار يؤدي مقتدى الصدر وأشباهه وظائفهم خدمة للمشروع الاحتلالي الذي يرتبطون به وجودا وعدما كما هو معلوم. إذن في الخلاصة من هذا كله أن مقتدى الصدر وإن كانت بعض الأوساط تصفه بأنه يمثل دولة عميقة أو يمثل واجهة أخرى للنظام السياسي، هو نعم، لكن بتعبير آخر هو يؤدي دورا وظيفيا داخل المنظومة السياسية، مهمته أن يحافظ على بقائها، وبقاؤها لا يتم إلا بالفوضى، الفوضى لا تصنعها إلا الطائفية. هناك أيضا تطور لافت داخل المجتمع العراقي يقوم به أيضا مقتدى الصدر، وطبعا يحرص على منذ فترة طبعا على تصعيد الخطاب الطائفي بحسب ما يرى مراقبون، وأيضا يركز على موضوع في خطاباته، يركز على موضوع يعني نجد تحريف القرآن. هل إلى أي مدى ترى أن هذا هو يعني يستهدف بالدرجة الأولى يعني المسلمين السنة وقيم المسلمين السنة؟ نعم، وجهة نظري الشخصية أن هذا الرجل يعاني من عقدة نقص، يحاول أن يجبر كثير من الإخفاقات التي يقع فيها من خلال هذه البوابة. نعم، إذا أردنا أن ننظر إلى الحالة المتعمدة التي يعمد إليها هذا التيار وهذا الشخص وأيضا من على شاكلته من أدوات العملية السياسية، نعم هناك قصد، يعني هناك اتجاه مقصود للإساءة إلى ثوابت الإسلام في العراق تحديدا في المجتمع العراقي، لأنه يتميز بتعدد المكونات وما يسمونها الفسيفساء المجتمعية في الحالة العراقية، تسمح بأن تبث بين جوانبها أشياء من شأنها أن تثير الريبة والشك والكثير من المفاهيم المغلوطة بين المواطنين الاعتياديين البسطاء الذين لا يفقهون كثيرا من الأمور ولا سيما المتعلقة بالدين. عندما يتحدث مقتدى الصدر باختلاق آيات من القرآن الكريم ليس لها وجود، وعندما يتكئ على روايات كاذبة أو مشاهد من التاريخ مزورة أو محرفة عن سياقاتها، فإنه ذلك يلعب على وتر من هم جهلة من الشعب العراقي، وهم من المفترض أنهم هم القلة، لكنه يستغل المنابر الإعلامية المتاحة له ويستغل السطوة التي منحت له من بوابة النظام السياسي لكي يمرر الكثير من الأجندات والمفاهيم المغلوطة التي في المحصلة غايتها أنها تسيء إلى ثوابت الدين وإلى ثوابت المجتمع العراقي، وتؤثر بالتالي على حقيقة النمط التعايش السلمي الذي اعتاد العراقيون عليه منذ قرون. يعني في هذه الحالة يعني في ضوء يعني مخرجات النظام الطائفي الموجود في العراق، نظام المحاصصة الطائفية، هل هذا يعني أننا سوف لن نسمع بأسماء داخل العراق بينما نسمع بأسماء مكررة لفئة بعينها؟ لا شك، يعني بالإمكان أن والحالة هذه بهذا الظرف وفي ظل هذه الأحداث هناك يعني مخاوف لدى مثلا بعض الفئات من المجتمع العراقي أنها إذا تسميت بأسماء
معينة أنها تكون هدفا للميليشيات أو هدفا للسلطات الحكومية، وهذا عشناه في أيام الأزمة الطائفية بعد سنة 2006 وما تلاها من هجمات كانت مقصودة، حيث يتم القتل على الهوية، يتم القتل على الاسم، لم ينجو حتى الأطفال بناء على هوياتهم وعلى أسمائهم ومسمياتهم من بطش الميليشيات ومن إجرام الميليشيات، وهذا بحد ذاته مقصود أن الطرف الآخر الذي يتبنى الطائفية السياسية يريد أن يصنع حالة من الخوف، حالة من الرعب في الأوساط المجتمعية العراقية لكي تسهل له تمرير ما يريد من أجندات، ولا سيما على وجه الخصوص موضوع مشروع التغيير الديمغرافي الذي بدأت يعني المناطق التي يستهدفها تتسع أكثر فأكثر وفي أكثر من محافظة عراقية. شكرا جزيلا من عمان، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري.